الخميس 9 مايو 2019، برج الحمل. مهنياً تكون اليوم في قمة الراحة النفسية والإبداع المتميز، وتبدأ في السير بطريق جديد لتحقيق حلمك بالثروة والمجد. عاطفياً تنعم بالحب ودفء العاطفة مع الشريك أو الحبيب، وهذا يساعدك على الإبداع في عمل تخطط له منذ فترة. برج الثور. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان محمد ممدوح، والفنان أحمد هارون، والفنان مجدي إمام، والفنان مفيد عاشور، وقارئ القرآن الشيخ محمد رفعت. مهنياً الاستثمار ناجح في هذا اليوم، وسيكون فيه كثير من الخير والفائدة، وبجهود قليلة ضع مدخراتك المالية في أي مشروع استثماري تجده مناسباً. عاطفياً فتور عاطفي مع الشريك أو الحبيب، وحالة من الجدل لا يؤدي إلى نتيجة بسبب أزمة مالية نتيجة الإسراف في النفقات. برج الجوزاء. مهنياً تمر بمرحلة مصيرية من مراحل حياتك المهنية، ويطرح عليك مهمة أو مركز جديد. عاطفياً يبرهن الشريك أو الحبيب على عمق العلاقة التي تربطه معك، ويقف معك بقوة في أمر يتعلق بطموحك. برج السرطان. مهنياً تواجهك اليوم بعض الصعوبات في عملك، ولكنك ستجتازها بنجاح وبأقل جهد بفضل قدراتك المهنية والفكرية. عاطفياً تعيش اليوم حياة متجددة وسعيدة يسودها المفاجآت، وينتهي الروتين والجمود الذي رافق أسلوب حياتك العاطفية الماضية. برج الأسد. مهنياً تحاول اليوم ترتيب أولويات حياتك، وتضع جدولاً زمنياً لتخطي جميع التراكمات السلبية التي تتناقض مع أهدافك وطموحك. عاطفياً مفاجأة سارة غير متوقعة وغريبة من نوعها يهيئها الشريك مع أحد أفراد الأسرة أو الحبيب مع بعض الأصدقاء تشعرك بالسعادة. برج العذراء. مهنياً تضع اليوم حلاً لكل الأمور العملية المعلقة، وتفتح صفحة بيضاء لترسم عليها خطوط علاقاتك الجديدة مع الآخرين. عاطفياً تحاول اليوم أن تعوض عن علاقتك العاطفية التي يسودها الفتور باللقاءات الاجتماعية والصداقات السطحية والمرح المصطنع. برج الميزان. مهنياً تبتسم لك الدنيا، ويقف الحظ بجانبك، وتتلقى نتائج جيدة لعمل قمت به سابقاً، وتنجح هذا اليوم بأي عمل تقوم به. عاطفياً تعزز علاقتك العاطفية، وتشعر في أعماقك برغبة قوية للقيام بشيء غير تقليدي من أجل إسعاد الشريك أو الحبيب، وتنجح بذلك. برج العقرب. مهنياً تبدأ بتنفيذ مبادرة عملية هامة وناجحة في مجالك المهني تؤدي إلى ارتقائك سلم النجاح وتحسين وضعك المادي والمهني. عاطفياً الغيرة والشك مرض مدمر لا مبرر لهما، عد إلى هدوئك وراجع نفسك، فستجد أن الشريك أو الحبيب في قمة الإخلاص. برج القوس. مهنياً قد تجد أمامك اليوم صفقة مغرية تظن أنها ستجلب بعض المال وتزيد دخلك المالي، كن حذراً لأنه قد يكون وراءها عملية نصب. عاطفياً قد ترتكب اليوم بعض الهفوات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار العاطفي مع الشريك أو الحبيب، أوجد الطريقة المثلى للتعامل والتواصل معه. برج الجدي. مهنياً تنتهي فترة الاستسلام للظروف، وتنفض عنك غبار الماضي، وتخوض تجربة عملية مختلفة وناجحة فيها كل الخير. عاطفياً تتأكد أن الشريك أو الحبيب هو عالمك وحبك الحقيقي، وأن كل الأخطاء التي ارتكبتها بحقه كانت ظالمة، وتبدأ بتعويضه عن ذلك. برج الدلو. مهنياً يحاول أحد الأصدقاء تقديم عدة عروض لحل أزمة مهنية تمر بها، ارفضها واعتمد على نفسك لأنه يحاول استغلال ظروفك. عاطفياً تعيش اليوم حالة من الاندماج العاطفي والاستقرار النفسي والتخطيط إلى بناء حياة عاطفية غير تقليدية. برج الحوت. مهنياً تحصد الخير والنجاح نتيجة لما زرعت سابقاً،
وتضع منهجاً أكثر طموحاً لتزرع من جديد عمل الخير في مجال العمل الإنساني والاجتماعي. عاطفياً تبحث عن الحقيقة حتى لو كانت ضائعة، وتبتعد عن المظاهر الزائفة حتى ولو كنت تحتاجها، وهذا يسعد من تحب.